السلام عليكم جميعا. الجزء دوت من المحاضرة من الكورس يتعلق ب المالتي لين هاي واي والتو لين تو واي. بعد ما كنا خلصنا الجزء بتاع الفري وايز زي ما اتفقنا درسنا فيه البيسك فري واي سيجمنتس والاون رام والميرجنج سيكشن والاوف رام او الدايفرجنج سيكشن والفري واي، ودوت يبقى كده غطينا كل البوسيبل كومباينيشنز اوف سيجمنتس على الفري واي وقدرنا نعرف الكاباسيتي بتاعتهم والليفل اوف سيرفيس. دلوقتي في بعض الطرق الاخرى اللي بيبقى اسمها مالتي لين هاي واي او تو لين تو واي، دي اللي هنركز عليها في السيشن ديت. وبعدين هيبقى في الجزء بتاع الاربن ستريتس دوت هنركز عليه في السيشن الجايه ان شاء الله. طيب يعني ايه الاول هاي وايز؟ يعني ايه نفتكر بس احنا ليه بنعمل الاناليسيس ديت ان جنرال؟ احنا بنعمل ده عشان يا اما نحسن وضع قائم أو إن إحنا نخطط لوضع مستقبلي لمشروع جديد أو لمنطقة جديدة. طيب إيه الفرق ما بين المالتي لين هاي وايز والفري وايز؟ فرق بسيط جدا إنه هو it's a lower class من الكلاسيفيكيشن أو الهيراركي بتاعت الطريق. ده مثلا مثال للجزء الأولاني إنه it's a divided، يعني في جزيرة في النص اللي أنتم شايفينها هنا ديت. مالتي لين هاي واي يعني هو طريق سريع عليه كذا حارة. إن رولر انفايرمنت يعني في منطقة ما هيش حضرية، منطقة خلوية قد تكون ما بين المدن. دوت ديفايدد مالتي لين هاي واي إن سب اربن انفايرمنت، دوت انديفايدد مالتي لين هاي واي إن رولر انفايرمنت زي اللي فوق، ودوت إن سب اربن انفايرمنت زي برضو رقم بي اللي فوق. هنا هتلاقي الدنيا أزحم شوية، ولكن الطريق دوت از انديفايدد. لو تلاقيته مش هتلاقوا فيزيكال بارير في النص، والطريق ده كمان is undivided هتلاقوا بس في ماركينج هنا في النص. فالفيزيكال بارير زي الجزء بتاع الجارد ريل دوت او الميديان اللي موجوده هنا فوق في كيس A وB، ده اللي بيخلوه divided. الانديفايدد بيبقى بس ماركينج موجود على الارض بيمنع الحركه من الاي من اتجاه للاخر. فديت انواع المالتي لين هاي وايز. طيب ايه هي المالتي لين هاي وايز؟ هم طرق عاليه سرعات عاليه زي ما اتفقنا، ممكن يبقى ديفايدد او انديفايدد. يوجوالي البوستد سبيد عليه بتتراوح من 60 ل 90 كيلومتر في الساعه. في الاغلب بيبقى من حوالي الاربع لست حارات في الاتجاهين. وفي بعض الاحيان بيبقى في ميديانز، ولو ما كانش في ميديانز بيبقى في تو لين تو واي ليفت تيرن لينز هنشوفهم كمان شويه. وفي بعض الاحيان برضو ممكن يكون زي ما شفتوا الطريق دوت يكون انديفايد. المالتي لين هاي وايز هم تيبيكالي بتلاقيهم ما بين سب اربن كوميونيتيز، يعني ما بين المدن الصغيره وبعضيها، وبيصبوا في مدن كبيره او السنترال سيتيز، او في بعض الاحيان ممكن يبقى عليهم احجام حراره كبيره او هاي فوليومز كبيره. احنا ايه اللي احنا يعني هندرسه في الكورس؟ احنا مش هنخش في التفاصيل بتاعت المالتي لين هاي واي. الطريقه بتاعت الاناليسيس ككاباسيتي وليفل اوف سيرفيس اناليسيس شبيهه جدا بالبيسك فري واي سيجمنت، وهيبقى في بعض الماينور موديفيكيشنز للكوركشن فاكتورز اللي احنا بنشتغل بيها، ولكن ات از ذا سيم ابروتش. هنجيب السيرفيس ميجر اللي هي الدنستي، ومنها هنقدر نحسب الليفل اوف سيرفيس، ولكن من سيرفيس اوف تايم اند سبيس اند everything مش هنخش في التفاصيل بتاعت المالتي لين هاي واي في الكورس ده، ولكن هنكتفي ب بس معرفه ايه هو المالتي لين هاي واي وفرق ايه عن الفري واي. ده يخلينا دلوقتي ندخل نركز اكتر على الجزء بتاع التو لين تو واي، وده اللي هندرسه. كلمه تو لين تو واي معناها ايه؟ يعني طريق في حارتين، اللي هي الجزء الاولاني اللي هو احنا سميناه تو لين، وتو واي يعني في اتجاهين. طيب في حارتين في اتجاهين يبقى معناه ان في ايه؟ في حاره في كل اتجاه، وده اللي احنا هندرسه دلوقتي او هنتكلم عليه دلوقتي. فده معناه انه في 1 ترافل لين ان ايتش دايركشن، وتيبيكالي الطرق دي بتبقى انديفايدد، مفيش جزيره او مفيش فيزيكال بارير في النص. بتستخدم دايما لللو ترافيك فوليوم رودز اللي احجام الحركه تكون عليها قليله، وفي بعض الاحيان الفري فلو سبيدز بتاعتها بتتراوح بين 70 ل 100 كيلومتر في الساعه. فيها وايد رينج اوف ديزاين ستاندردز موجوده، لان هي ساعات كتيره بتبقى موجوده ما بين مناطق نائيه ومناطق رولر، لسه مناطق خلويه تحت او قيد الديفلوبمنت او التطوير، وبالتالي بتختلف الديزاين ستاندردز بتاعتها في التصميم كتير. في بعض الاحيان ممكن يبقى عليها ترافيك سيجنالز او اي نوع من انواع الكنترول او التحكم في الحركه. الحاجه الاساسيه اللي فيها انه علشان اي عربيه تعدي من عربيه، يعني تخيلوا ان احنا ماشيين دلوقتي في طريق، العربيه اللي قدامي بطيئه وانا عايز اعديها، فبايه اللي انا بعمله؟ بضطر ان انا امشي في الحاره
المضادة أو الـ opposing lane بتاعتي. تمام؟ فمثلا لو ده طريق، لو for whatever reason تخيلنا إن أنا ماشي في الاتجاه ده وفي عربية هنا قدامي بطيئة وأنا عايز أعدي من هذه العربية، طالما هنا في ماركينج موجود ضاطت كده وموجود من الناحية دي، معناه إن العربية ديت ينفع تيجي كده to overtake العربية ديت أو to overpass العربية ديت وتمشي في الاتجاه التاني لغاية ما تعدي العربية البطيئة. طيب هل أقدر أعمل كده أو ينفع يعمل كده وأنا جاي لي هنا عربية في الاتجاه المضاد؟ يعني لو تخيل هنا في عربية جاية يبقى صعب جدا إن أنا أعمل كده، وبالتالي الترافيك اللي موجود في الدايركشن المضاد ليا في الحقيقة هيأثر على قدرتي إذا كنت أعرف أعدي العربية البطيئة اللي قدامي ديت أو لا. تمام؟ ودوت ياخدنا شوية لطبيعة السيرفيس ميجر اللي احنا هندرسها علشان نقدر نحدد الليفل اوف سيرفيس بتاع الطريق لين تو وي. تمام؟ ديت مثال زي ما كنت اقول لكم بالظبط. الطريق ده على فكره لو تلاحظوا من شكله في ترين فيها ليفلز شويه، يعني اتس كايند اوف رولينج ترين، الارض هنا نازله وبعد كده بتطلع هنا، فالعربيات اللي طالعه هنا لو العربيات ديت عربيات تراكس او محمله تقيل او حتى عربيات ملاكي ممكن تطلع بسرعات قليله، هيخلي عربيه زي اللي قدامنا ديت زي ما انتم شايفين في سيجنال هنا، الراجل دوت مدي اشاره عايز يعدي العربيه البطيئه اللي قدامه ديت، وبالتالي هو هياخد ايه الحاره ديت ويمشي لغايه ما يعدي ويروح ماشي كده. طيب لو هو بيعمل كده وبيعمل الباسنج دوت وفي قدامه كمان مطلع، هنا الافكت بتاع الترين هيبقى اقوى كتير عن لو هو بيعمل باسنج وهو ماشي على منزل او على ليفل الترين، وبالتالي الترين هنا او طبيعه الارض والميول اللي فيها هيبقى ليها سيجنيفيكانت افكت على الريستريكشنز بتاعه الباسنج زونز. الحاجه الثانيه الاهم انه امتى اقدر احدد اذا كان الحاره ديت يبقى هنا في ماركينج موجود على الارض وحته هنا مفتوحه ولا لا، ده بيعتمد على الترين وبيعتمد على الميول اللي موجود. العربيه اللي ماشيه هنا ديت في الاتجاه ده اللي انا رسمه، هي في الحقيقه مش شايفه العربيه اللي جايه من الاتجاه التاني نتيجه الميول دي اللي في الطريق، وبالتالي ساعات في المناطق ديت بنيجي نروح مخلين الخط ده كمان سوليد، يبقى كانهم تو سوليد لاينز هنا، بحيث لا العربيه ديت تنفع تعدي ولا العربيه ديت تنفع تعدي، علشان العربيات مش هيبقوا شايفين بعضهم نتيجه الاختلاف بتاع الميول اللي موجوده على الطريق. طيب في تو كلاسز من الطرق هندرسهم، التو لين تو واي، حاجه اسمها كلاس 1 من اسمها هي بتعبر عن حريه اكتر في الحركه وسرعات اعلى، وكلاس 2 مش نسيسيرلي ان انا امشي بسرعات عاليه على الطريق. امتى دوت بيحصل كلاس 1 فيرسس كلاس 2؟ كلاس 1 هتلاقي ناس عايزه تنتقل بسرعه ما بين الانتر سيتيز على البرايمري ارتيريالز الشوارع الشريانيه الرئيسيه، الناس ممكن تمشي على كلاس 2 اوف روز اللي هي ما فيش فيها سرعات عاليه على السينيك رودز او الريكريشنال رودز، المناطق اللي هي بتبقى ما بين المدن فيها اشجار قد تكون انت عايز تمشي تستمتع بالمنظر بتاع الطريق مش بس ان انت تجري عليه وتمشي. فاحنا هندرس النهارده كلاس 1 اوف رودز وكلاس 2 اوف رودز. تمام؟ طيب هي لو تفتكروا احنا كان عندنا فلو شارت في الجزء بتاع الفري واي بيوصف شكل البروسيس اللي احنا بنمشي فيها عشان نحسب الكباسيتي او الليفل اوف سيرفيس بناء على الكرايتيريا بتاعت الهاي واي كباسيتي مانيوال. نفس الكلام يبقى في انبوت داتا موجود عندنا، وفي الاخر خالص عايزين نحسب الايه الليفل اوف سيرفيس بتاعنا. في الحقيقه لو تتذكروا احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الفري واي قلنا ان السيرفيس ميجر او الحاجه اللي انا اقدر اقول عليها مستوى الخدمه هو مثلا A ولا B ولا C، اتفقنا في الوقت ده ان هي الدنستي، واتناقشنا بقوه ان هي الدنستي وليه بنعبر عن السيرفيس ميجر بالدنستي، عشان بتدينا مجال للمانوفر ومجال للحركه مش بس السرعه. هنا في الحقيقه الموضوع مختلف شويه في التو لين تو واي نتورك، احنا محتاجين نبص على عاملين اساسيين. لو تفتكروا احنا قلنا الطرق ديت اصلا ديزايند ان هي تبقى على تو كلاسز، في كلاس اسمه كلاس 1 رودز وكلاس 2 رودز، والكلاسز اصلا ديفايند بناء على السرعات بتاعتها. السرعات الاعلى معناها حاجه كويسه، بس في الحقيقه مش بس السرعات المهمه جدا هنا، هو انا لو الطريق ده قدامي زي الكيس ديت انا ماشي قد ايه من الطريق مضطر ان انا افولو العربيه اللي قدامي،
ماشي مسافة قد إيه من الطريق، أو وقت قد إيه من الطريق، ماشي وقت قد إيه من الطريق، مضطر إن أنا أفور العربية اللي قدامي ومش قادر أتخطاها. دوت يخلي السيرفيس ميجر في الكلاس 1 رودز هي عبارة عن الأفريج ترافل سبيد اللي هي الـ ATS، وعبارة عن حاجة اسمها البرسنتج تايم سبنت فولوينج. هنشرحهم كل واحدة فيهم من دلوقتي. وبالتالي السيرفيس ميجرز بتاعتي هنا هما في الحقيقة في كلاس 1 رودز هما حاجتين، الأفريج ترافل سبيد والبرسنتج تايم سبنت فولوينج. يعني إيه برسنتج تايم سبنت فولوينج؟ يعني نسبة الوقت اللي أنا بفولو فيه العربية اللي قدامي، أو مضطر إن أنا أفولو فيه العربية اللي قدامي. طيب هندرس ده ازاي؟ ببساطه جدا تعالوا الاول نبص على العلاقات دي عامله ازاي. هو انا عارف ان كل ما الفوليوم اللي على الطريق يزيد كل ما السرعات قل، تمام؟ فاكرين الفاندمنتال دياجرام اللي كان بيبقى عامل كده بيبتدي بالفري فلو سبيد وبعد كده يبتدي قل، السيميلر، بس احنا واخدين بس الجزء ده كده وهو ده اللي احنا عاملينه ريبريزنتيشن، تمام؟ وبالتالي انا ببتدي اقول والله الفوليوم عندي كذا، الفري فلو سبيد مثلا بتاعتي كذا، اقدر اقول ده انا خلاص عرفت السرعه بتاعتي كذا. طيب يبقى ده اول ميجر انا عايز اطلعه. حاجة الثانيه بشوف الفلو اللي موجود عندي، التو واي فلو. يعني ايه تو واي فلو هنا؟ لو تفتكروا احنا الطريق ده قلنا ان هو عباره عن حارتين، حاره في كل اتجاه. وبالتالي لما اجي اتكلم على تو واي فلو هو الفلو بتاع A زائد الفلو بتاع B، والوحدات بتاعته هنا باسنجر كار بير اور. طيب هو مش كل ما احجام الحركه اللي على الطريقين تزيد او الاتجاهين تزيد كل ما نسبه الوقت اللي انا مضطر امشي فيها ورا العربيه اللي قدامي تزيد؟ يعني الاجابه اه. تعالوا نبص على كيس، لو انا عندي عربيات كتيره جدا ماشيه هنا، تمام، وعربيات كتيره جدا ماشيه هنا، فانا مش هلاقي في الحقيقه مجال ان انا اعرف احوز في الدايركشن المقابل دوت عشان هيبقى في عربيه قدامي. فكل ما احجام الحركه تزيد اللي هي التو واي فلو ريت يزيد، كل ما البرسنتج تايم سبنت فولوينج تزيد اكوردنج للكيرف ده. في واحد يجي يقول لي يا دكتور هو الكيرف ده احنا جايبينه منين؟ وليه شكله عامل كده؟ ليه مش شكله حاجه مختلفه؟ زي ما اتفقنا في مجموعه من الاستاديز كتيره جدا والميجرمنتس تمت على طرق كتيره تم توصيف فيها العلاقه ما بين التو واي فلو والبرسنت تايم سبنت فولوينج. لو انا قدرت اجيب البرسنت تايم سبنت فولوينج هنا بناء على الفلو والافريج سبيد، هم دولت التو ميجرز اللي زي ما هنشوف كمان شويه نقدر عن طريقهم نحسب الليفل اوف سيرفيس بتاع التو لين تو واي رود. طيب هيحصل دوت ازاي؟ انا باجي هنا مثلا في الجدول ده، في هنا الشارت دوت، في جدول تاني هنشوفه كمان شويه، بقول والله انا السرعه بتاعتي كذا والبرسنتج تايم سبين فولوينج بتاعتي كذا، يبقى انا هنا في مستوى خدمه كام؟ سي. طيب عايزين نعرف بقى ازاي نحسب الافريج ترافل سبيد، وعايزين نعرف ازاي نحسب البرسنتج تايم سبنت فولوينج على الطريق بتاعنا. زي ما شفنا قبل كده في الفري ويز هيبقى في مجموعه شارتس ومجموعه تيبلز عشان نعمل مجموعه من الكوركشنز، وفي الاخر خالص هنخش في يا اما زي ما قلت شكل زي دوت لي كلاس 1 رودز. لو تفتكروا كلاس 1 هي اللي احنا قلنا عليها بنعوز التو ميجرز دولت، ولكن كلاس 2 في الحقيقه ما نعوزش غير ميجر واحده بس وهي البرسنت تايم سبنت فولو. فكلاس 1 اقدر ادخل في الجدول ده او اقدر ادخل في الشارت اللي قبليه ده، وهما الاثنين هيطلعوا لي نفس النتيجه، عشان كلاس 1 زي ما اتفقنا معتمده على تو فاريبلز البرسنت تايم سبنت فولو والافريج ترافل سبيد، ولكن كلاس 2 فيها بس 1 سيرفيس ميجر اللي هو البرسنتج تايم سبنت فولوينج، لان اصلا كلاس 2 لو تتذكروا احنا قلنا هي الطرق سرعات عاليه مش عاليه، او اكشوالي الانتندد ترافل فيها ما احناش عايزين نمشي بسرعات عاليه. فببساطه جدا كل اللي احنا هنعمله في السلايدز اللي جايه هنعوز نعرف ازاي نحسب البرسنتج تايم سبنت فولوينج علشان دوت هيساعدني في كلاس 1 وكلاس 2، وهنعوز نعرف نحسب الافريج ترافل سبيد لان دوت هيساعدني بس في كلاس 1 رودز. طيب احنا كنا عارفين ان دايما في بيس كونديشنز موجوده عندنا سيميلرلي هنا في التو لين تو واي، في برضه بيس كونديشنز. اول حاجه خالص المينيموم لين ويث 3.6 متر. طب لو اللين ويث 3.6 او اكتر يبقى انا مش محتاج اعمل اي نوع من انواع الكوركشنز. نفس الكلام اللاترال كليرنس عند الشولدر ويث 1.8. الاسامبشن هنا ان في 0% نو باسنج زونز. يعني ايه 0% نو باسنج زونز؟ يعني مسموح للعربيات ان هي تعرف تتحرك الونج الطريق على طول الطريق. طب ده بيحصل امتى؟ لو تفتكروا احنا كان في هنا ماركينج موجود على الارض، الماركينج ده
لو هو معمول كده طول الوقت معناه ان العربيات تقدر تتحرك فريلي من هنا لهنا، والعكس لو العربيه ديت عايزه اوفر باس العربيه ديت وتيجي. تمام. طيب لو الخط، لو الخط دوت موجود وموجود سوليد ماركينج في مكان معين ودوتد في مكان تاني لدايركشن معين وده الدايركشن التاني، يبقى انا لازم اشوف النسبه ديت من الطريق قد ايه، وهي النسبه اللي احنا كاتبينها هنا. ففي الايديال كيس اتس 0% نو باسنج. الايديال كيس برضو ان كل العربيه بتاعتنا باسنجر كارز. طب لو مش باسنجر كارز هنعمل ايه؟ هنعمل كوركشن. الايديال كيس ان نو دايركت اكسس على الطريق، يعني مش اي حد هيجي من هنا يعرف يدخل على الطريق من اي طريق فرعي. لو في طرق تانية فرعيه كتير داخله يعني هنعمل كوركشن. وهنا نو امبيدمنت للثرو ترافيك، ثرو ترافيك كنترول، يعني هنا عند النقطه دي مثلا لو في تقاطع عندي هنا مفيش مثلا اشاره انا بحطها على الطريق، لا انا سايب الموضوع فريلي. البيس كونديشنز ليفل تيرين وما تزيدش عن 2%. طب لو مش ليفل هنعمل كوركشن. وبرده البيس كونديشنز ان في 50% 50% دايركشنال سبيد. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 1000 عربيه جايين على الطريق دولت هم تو واي فوليوم، في 500 منهم في الاتجاه ده وفي 500 منهم في الاتجاه دوت، متقسمين ايكوالي 50 50. طب لو النسبه دي بقت غير 50 50 هيحصل برده ايه؟ كوركشن. والكاباسيتي بتاعه البوست دايركشنز بتاعه الطريق حوالي 3200 باسنجر كار بير اور، ديت جيفنز. والكباسيتي بتاعه السنجل لين حوالي 1700 باسنجر كار بير اور. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي هنحسب الكلام ده. لو تفتكروا احنا الالتيميت جول بتاعنا عايزين نحسب السرعه وبعدين عايزين نحسب البرسنتج تايم سبنت. كان بنبتدي الاول بالسرعه، عايزين نحسب الفري فلو سبيد، هي البيس فري فلو سبيد دي تبقى جيفن عندنا ماينس كوركشن فاكتور يتعلق باللين والشولدر ويدث كومبايند، ودي جدول هنشوفه دلوقتي. وكوركشن فاكتور ثاني يتعلق بالاكسس بوينت فريكونسي. طيب ايه اول فاكتور؟ انا بخش باللين ويدث بتاعي وبخش بالشولدر ويدث بتاعي اجيب الكوركشن فاكتور مثلا. بس احنا عارفين ان لو عرض الحاره اكتر من 3.6 وعرض الشولدر اكتر من 1.8 في الكيس ديت الكوركشن فاكتور بكام؟ بزيرو. كل ما الاكسس بوينتس عددها هيزيد بير كيلومتر كل ما الكوركشن فاكتور دوت بيزيد. ولكن لو انا عندي نمبر اوف اكسس بوينتس 0 بير كيلومتر هلاقي الريدكشن في الفري فلو سبيد 0. تمام. فدوت الجزء بتاع الاكسس كوركشن فاكتور. في بالنسبه للفلو ريت احنا هنعوز نعمل برضو كوركشن، وهقول لكم ليه احنا بنعمل اصلا عايزين الفوليوم معانا. بس لو تفتكروا احنا دايما عندنا الفوليوم بنقسمه على البيك او البي فاكتور، وبنعمل كوريكشن للجريد وبنعمل كوريكشن برضه للبرسنتج اوف هيفي فيت. طيب الاف جي والاف اتش في هنجيبهم منين؟ هيبقى في مجموعه برضه تيبلز. هنا الجريد ادجستمنت فاكتور دوت اللي هو الاف جي بيعتمد، او الجدول ده احنا بنعمله واحنا بنعمل ادجستمنت ل او بنحسب حسابات السبيد. هيبقى في جداول تانية عشان نحسب حسابات الـ FG بس للـ percentage time spent following. يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا two service measures، السرعة اللي هي الـ speed، وبعد كده قلنا الـ percentage time spent following. كل نوع من انواع الـ calculations ديت ليه جداول مختلفة. فالجدول ده هو الـ grade adjustment factor لحساب الـ speed. كمان شويه يبقى عندنا جريد ادجستمنت فاكتور لحساب البرسنتج تايم سبنت فول. طب بندخل فيه ازاي؟ بجيب الرينج بتاع التو واي فلو او الدايركشنال فلو ايهما جيبن عندي في المساله، وبشوف انا في ليفل ولا رولينج. الليفل الكوريكشن بتاعته كل واحد لان الارض طبيعيه مفيش فيها ميول كبيره. رولينج ترين الكوريكشنز فيها اقل من الواحد زي ما انتم شايفين. طيب الكوريكشن فاكتور الثاني هو بتاع الهيفي فيكلز، نفس الكلام بنجيب ايكويفالنسي للعربيات او للتراكس. داخلين في اعتبارنا هنا بنجيب بنخش بالتو واي فلو او الوان واي فلو، شوف الليفل او الرولينج. طبعا كل ما الرولينج كل ما الليفل او الميول تزيد كل ما الكوريكشن فاكتورز ديت او الايكويفالنسي دوت يزيد. وطبعا كل ساعتها ما الفاكتور بتاع الهيفي فيكلز هيقل عن الواحد. لما اقسم فوليوم على رقم كتير اقل من واحد يبقى انا كده اكني بزود الايه؟ كورسبوندنج فوليوم بتاع الطريق. وبس نلاحظ تاني ان ده الباسنجر كار ايكويفالنسي اللي هو الايكويفالنس بتاع التراكس اللي اسمه اي تي او الريكريشنال فيكلز اللي اسمها اي ار. علشان احسب مين؟ عشان احسب السبيدز. لو عندي حاجه تانيه بتاعت البرسنتج تايم سبيند فولوينج كالكيوليشنز اخش في جدول تاني.
طيب زي ما اتفقنا في كلاس 1 رولز انا عايز الافريج تايم الافريج ترافل سبيد وعايز البرسنتج تايم سبنت فولوينج، ولكن في كلاس 2 بس انا عايز البرسنتج تايم سبنت فولوينج. تعالوا نكمل بقى الحسابات بتاعتنا. احنا كل ده لسه ما حسبناش السرعه، احنا كل ده كنا مركزين على الفري فلو سبيد دي طلعناها من المعادلات، والفوليوم دوت احنا لسه حاسبينه. عايز احسب بقى الافريج ترافل سبيد. هنا في كوركشن فاكتور تاني بقى واخد في اعتباره البرسنتج بتاعت النو باسنج زونز. مش احنا اتفقنا ان كل ما يبقى عندي اعاقه في ان انا مش عارف اتحرك في الحاره اللي في الجهه المضاده او الاوبوزنج دايركشن دوت هيقلل لي شويه من السرعه. فعشان كده الفاكتور دوت بنطرح منه او الافريج ترافل سبيد بنعمل كوركشن بطرح الفاكتور ده اللي اسمه اف ان بي، ودوت هيبقى جيفن بالجدول ده. بنخش بيه التو واي ديماند فوليوم وبنخش بالبرسنتج بتاعت النو باسنج. طبعا لو البرسنتج ديت زيرو يبقى الكوركشن ده كله كام؟ زيرو، مش محتاجينه لان دوت اصلا ايديال كونديشنز. كل ما البرسنتج ديت تزيد كل ما هنلاقي ان الارقام ديت بتزيد، وكل ما التو واي ديماند فوليوم يزيد هنلاقي الارقام ديت بتقل. تمام، فده الفاكتور بتاع الاف ان بي. طيب يبقى احنا كده حسبنا، عرفنا نحسب الافريج ترافل سبيد، وديت اول سيرفيس ميجر انا عايز اعرف احسبها عشان اطلع الليفل اوف سيرفيس. طب ايه السيرفيس ميجر الثانيه؟ قلنا البرسنتج تايم سبنت فولوينج. البرسنتج تايم سبنت فولوينج هي البيس برسنتج تايم سبنت فولوينج زائد كوركشن اخذ في الاعتبار الدايركشنال برسنتج، يعني قد ايه من الفلو ماشي كده في الدايركشن دوت ودوت، واحنا قلنا ان البيس كونديشنز 50%، وبرضه كوركشن نفس الفاكتور ده واخد في اعتباره البرسنت بتاعت النو باسنج زونز. طب البيز برسنت تايم سبنت فولوينج هي في الحقيقه فانكشن زي ما اتفقنا في الفوليوم، شايفين فاكرين العلاقه ديت اللي بتعبر عن الفلو وعلاقته ايه بالبرسنت تايم سبنت فولوينج، هي في الحقيقه متوصفه بالعلاقه دي. كل ما الفوليوم يزيد كل ما الفاكتور دوت هتلاقيه بيقل، وبالتالي هنلاقي ان البرسنتج تايم سبنت فولوينج هتلاقيها بتزيد. طيب الفي بي دوت نجيبه منين؟ الفوليوم اللي موجود عندنا هو الفوليوم بتاع تحسب من الكوريكشن فاكتور من المعادله دي. بس خلي بالك انا هنا الفاكتور بتاع الجريد والفاكتور بتاع الهيفي فيكل هنجيبهم من الجداول اللي تتعلق بحسابات البرسنتج تايم سبنت فولوينج. تمام؟ لان زي ما اتفقنا في جداول لل سيرفيس ميجر الاولاني اللي اسمه الافريج ترافل سبيد اللي احنا حسبناه، وفي جداول ثاني للايه للبرسنتج تايم سبنت فولوينج. طب ايه هي الفاكتورز ديت؟ الاف جي تو ديتيرمين ذا برسنتج تايم سبنت فولوينج اللي هي ديت زي ما اتفقنا السيرفيس ميجر الثانيه بيجي من الجداول ديت. سيميلر دي لو انا عندي ليفل ترين الكوريكشن ده بواحد، لو انا عندي رولينج هيبقى الكوريكشن ده اقل من الواحد، وده بنخش فيه فانكشن في الفوليوم او الرينج بتاع التو واي فلو او الدايركشنال فلو ايهما جيفن بالنسبه لي. طب ايه الفاكتور الثاني اللي موجود عندي؟ هو الايكويفالنسي عشان نقدر نحسب الفاكتور بتاع الهيفي فيكلز. نفس الكلام بخش في الجدول دوت، بس خلي بالك ان دوت بتاع البرسنتج تايم سبند فولو. يبقى انا كده اخر بس فاكتور ناقص لي هو الفاكتور اللي واخد في اعتباره الدايركشنال ديستريبيوشن اسمه اف دي، واخد في اعتباره كمان البرسنتج بتاعت النو باس. هي ايه الايديال كونديشنز؟ الايديال كونديشنز انا عندي دايركشن سبيد 50% وعندي برسنتج نو باسنج زون زيرو، وبالتالي الفاكتور دوت دايما هتلاقيه بزيرو. كل ما الدايركشنال سبليت يزيد هتلاقي الفاكتور دوت بيزيد. يعني ايه دايركشن سبليت يزيد او الفرق ما بينهم يزيد؟ يعني هنا 60 40، يعني في 60% من الترافيك جاي في دايركشن معين و40% جاي في الدايركشن الثاني، وممكن يبقى 70 30 وممكن يبقى 20 80 اند سو اون. وهنا بدخل الفكر ده ازاي؟ عندي ثلاث حاجات اساسيه، بدخل بالفوليوم. يعني تعالى تخيل ان انا عندي هنا 800 عربيه باسنجر كار، بشوف البرسنتج بتاعت الدايركشنال سبليت وبشوف البرسنتج بتاعت النو باسنج. فانا هنا دخلت ال 800، يبقى انا كده ديفنتلي بتكلم على الخط ده، عرفت ان انا في الجزء ده من الجدول عشان انا 60 40 مانيش 50 50، اروح جاي مثلا شايف النو باسنج زونز اللي هي 20، يبقى انا بتكلم على الرقم ده اللي هو 7.6 من 10، يبقى هو ده مثلا الكوريكشن فاكتور بتاعي اللي انا باجي اروح حاطه في المعادله ديت، بزود البرسنتج تايم سبنت فولوينج بالمقدار دوت او بالفاكتور. يبقى انا كده
قدرت اوصل للبرسنتج تايم سبيند فولوينج السيرفيس ميجر الثانيه، بطلع الليفل اوف سيرفيس بناء على السيرفيس ميجر ديت، بطلع الليفل اوف سيرفيس بالنسبه لكلاس 2 يعني، وبطلع الليفل اوف سيرفيس بالنسبه لكلاس 1 بناء على الليفل اوف سيرفيس كرايتيريا اللي في الجدول. يعني لو انا مثلا جيت من حسابات البرسنتج تايم سبيند فولوينج لقيت في الرينج دوت ولقيت الليفل اوف سيرفيس طالع منها بي، وبعدين حسبت الافريج ترافل سبيد وطلعت هنا وطلعت الليفل اوف سيرفيس بتاعها دي، ساعتها هياخد الأسوأ منهم وفي الكيس ديت هيبقى اسمه ليفل اوف سيرفيس دي. احنا كده شرحنا الجزء الاساسي، تعال ناخد مثال علشان نطبق الموضوع ده مع بعض. والمثال زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت بتاعت الفري واي، اي معلومه بتجي لي لازم اقدر اطلع منها بيان مهم على طول اعرف بيه اذا كنت هعمل نوع من انواع الكوركشنز ولا. فتعالوا نقرا كده المثال ده مع بعض. بيقول A class 1 two lane highway. اول ما قال class 1 دي معناها بالنسبه لي ايه؟ معناها بالنسبه لي ان انا عارف ان انا ده طريق هقدر او هضطر ان انا استخدم منه التو سيرفيس ميجرز، او استخدم لي التو سيرفيس ميجرز اللي يتعلقوا بالافريج ترافل سبيد والبرسنتج تايم سبيند فور. الحاجه الثانيه يبقى دي اول معلومه. طبعا هو قال لي تو لين هاي واي، خلاص ده طريق تو لين ايش، تو لينز تو لين تو واي يعني وان لين ايش دايركشن. وقال لي ان البيس فري فلو سبيد بتاعته 110 كيلومتر بر اور، يبقى دي معلومه. قال لي ان اللين ويدث 3.6 والشولدر ويدث 2.4. هل انا هنا محتاج اعمل اي نوع من انواع الكوركشنز؟ الحقيقه لا، انا خلاص هما الاثنين ازيد من الايديال كونديشنز، وبالتالي انا مش محتاج اعمل كوريكشن لللين ويدث ولا الشولدر. وبيقول ان في 6 اكسس بوينتس موجودين. لو تفتكروا احنا كل ما عدد الاكسس بوينتس بالكيلومتر يزيد كل ما محتاج اعمل كوريكشن، فده ديفينتلي هيفيدني في ان انا اعمل كوريكشن. وبيقول ان الرود واي از ان رولينج ترين، ما هياش ليفل، وبالتالي انا عارف ان انا عامل كوريكشن للهيفي فيكلز. وبيقول ان نسبه النو باسنج زونز 40%، يعني في 40% من طول الطريق انا مش قادر ان انا اعمل فيهم باسنج. والتو واي ترافيك فوليوم اللي موجود عباره عن 1000 فيكل بير اور، يعني هنا وحداته فيكلز، فانا محتاج احولهم لباسنجر كارز، فمحتاج ديفنتلي اعمل الكوريكشنز بتاعت الفوليومز. وبيقول ان البيك اور اللي فاكتور هو 0.9. بيقول ان الدايركشن سبليت 70 30. يعني ايه 70 30؟ يعني نسبه الترافيك اللي رايح في وان دايركشن 70 ونسبته في اللي رايح في الدايركشن الثاني 30. بيقول ان الترافيك اللي موجود فيه 10% تراكس و5% ريكريشنال بيك، واللي طبعا طلبوا مني في الاخر ان انا احسب الايه؟ احسب الليفل اوف سيرفيس اللي موجود. طيب تعالوا نمسك الموضوع واحده واحده. زي ما اتفقنا احنا عندنا تو سيرفيس ميجرز، الافريج ترافل سبيد انا ديفنتلي محتاج احسبها في الاول، وعندي البرسنتج او البرسنت تايم سبيند فولوينج، وهم دول لما احسب التو ميجرز دول هقدر احسب الليفل اوف سيرفيس. الافريج ترافل سبيد الجداول بتاعتها هي الكوركشن فاكتورز اللي هنعملها هي اللي بتتعلق بالسبيد، والبرسنتج تايم سبيند فولوينج الكوركشن فاكتورز بتاعتها هي اللي بتتعلق بالبرسنتج تايم سبيند فولوينج. حاجه بس اخيره او اساسيه عايز افكركم بيها، ان جميع هذه المعادلات انتوا مش محتاجين تحفظوها، دي هتبقى موجوده معاكم في التشارتس، طبعا كل الجداول دي هتبقى موجوده برضو معاكم في التشارتس. طيب اول حاجه خالص عايزين نحسب الفري فلو سبيد. ليه عايزين نحسب الفري فلو سبيد؟ لان هي كمان شويه هتخش في حسابات الافريج ترافل سبيد. فهي عباره عن البيس فري فلو سبيد اللي مدياني ماينس الكوركشن فاكتور الاولاني اللي هو ليه دعوه باللين والشولدر، which is basically zero هنا زي ما اتفقنا، اكتر من 1.8 كان 2.4 الشولدر، كان اللين 3.6، فبالتالي انا مش محتاج اعمل كوركشن. عدد الاكسس بوينتس بير كيلومتر كان 6 بير كيلومتر. يعني ايه 6 بير كيلومتر؟ يعني لو جيت خدت طريق كده هو هنا كان في حوالي 6 اكسس بوينتس في طول كيلو اون افريج على الطريق دوت، تمام؟ فساعتها اقول والله لا ده نمبر اوف اكسس بوينتس 6 في الكيلو. طبعا كل ما العدد ده يزيد كل ما دي تبقى حاجه مش كويسه، معناها ان في ديسربشن للفلو، عربيات داخله وعربيات خارجه من الطريق. يطلع ان الفري فلو سبيد حوالي 106 كيلومتر بالاور. طيب هنا في حاجه بس محتاجين ايه إن انا ما قلتهاش في التيبلز الاولانيه بس هنقولها اسهل عن طريق مساله. انا في الحقيقه وانا بحسب الفوليوم انا في الاخر خالص عايز اطلع الفوليوم بوحدات الباسنجر كار بير اور، ولكن التشارتس اللي موجوده هنا دي كلها، تعالوا ناخد مثلا كيس، انا اصلا الفوليوم اللي جاي لي فيهيكل وانت طالب مني يا دكتور ان انا ادخل بوحدات الباسنجر كار بر اور،
بس انا محتاج اعمل كوركشن، والكوركشن دوت واخد في اعتباره ان انا محتاج ابص على الجداول او ادخل في الجداول دي. ففي الحقيقه بنعمل ايه؟ اول حاجه خالص الرقم اللي هو ثابت عندي هو البيك اورلي فاكتور، ده ما بيتغيرش. فبحسب الاول الفي بي اكني بعمل ترايل كده واشوف الفوليوم اللي عندي طلع في انهي رينج. هنا طلع 11111، فال1111 دوت في الرينج ما بين 600 و2000 او 1200. فايه اللي انا بعمله؟ بروح واخد الرقم ده وادخل بيه في الجدول اكني بعمل اول ترايل، اطلع منه الفاكتورز واحسب الفوليوم تاني وارجع اتاكد ان انا لسه وزن الرينج بتاعي ده. طيب تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. انا دلوقتي زي ما اتفقنا جبت عايز احسب الفي بي، بس انا عايز ادخل الجدول ده اصلا عشان احسب الفي بي، فمش عارف اخش في 0 ل 600 ولا 600 ل 1200. فعملنا الاستيب الاولانيه وعرفنا ان احنا هندخل ما بين 600 ل 1200. دخلت جبت الفاكتورز ديت اللي هي الفاكتور بتاع الجريد والتراكس والريكريشنال فيكل، حسبت الاف اتش في ومنها عملت ابديت للفي بي. الفي بي دوت لما جيت حسبته طلع 1308، وده اكبر من الرينج بتاع 1200. فايه اللي انا بعمله؟ بروح راجع تاني داخل اكني واخد الرقم بتاع 1308 ده وارجع اجيب فاكتورز جديده اللي هي الاف جي والاي تي والاي ار، واحسب الفاكتور بتاع الهيفي فيكل تاني واطلع في بي جديده. طب الفي بي اللي طلعت هنا ديت هي عباره عن 1184 ودخلتني تاني ما بين 600 و1200. لو انت عملت تو اتريشنز وطلع الموقف ده، ساعتها خد الكونزرفاتيف فاليو، انهي فاليو كونزرفاتيف اللي هي الاعلى من الاثنين دول، يعني 1308 هي الاعلى من ال 1184 وال 1308، وما تعملش ترايلز اكتر من تو ترايلز علشان وقتك في الامتحان، وبكده اكننا بنديزاين على الكونزرفاتيف فاليو اللي موجود. يبقى ده اول حاجه خالص لما جينا حسبنا الفوليوم بتاع الكيس اللي موجود عندنا. الحاجه الثانيه احنا زي ما اتفقنا عايزين نحسب الترافل سبيد. الافريج ترافل سبيد اللي موجوده هي عباره عن الايكويشن ديت، وداخل فيها الفي بي اللي انا لسه حاسبه، وداخل فيها الفاكتور بتاع النو باسنج اللي احنا شفناه من الجدول. فانا باخد الفوليومز اللي انا حسبتها، وديت بقى ايكويشن لما تخشوا في الفيجر دوت هتلاقي ان انتوا بس محتاجين تعملوا سيمبل انتربوليشن ما بين الارقام اللي موجوده. انا الرقم اللي عندي 1308 ولكن الرينجات اللي موجوده من 1200 و1400، فاخش الجدول واعمل سام سورت اوف سيمبل انتربوليشن يطلع لي الفاكتور بتاع النو باسنج زونز 2.3، احسب منه الافرج ترافل سبيد، اخش في الجدول يطلع لي ان دوت ليفل اوف سيرفيس بي. يبقى ديت اول سيرفيس ميجر موجود عندي. هنعمل نفس الكلام للبرسنتج تايم سبنت فولوينج، بس هنحسب الاول البيس برسنتج تايم سبنت فولوينج من المعادله ديت، والفوليوم هنا هو اللي موجود عندنا، وبعدين البرسنتج تايم سبنت فولوينج ديت فيها الفاكتور بتاع الدايركشنال والنو باسنج، هنعمل برضه دي انتربوليشن يطلع لي هنا النسبه ديت 73%، منها اعرف احسب الليفل اوف سيرفيس اللي هو دي. لما نيجي نبص على التو كيسز دولت، لما نيجي نعمل التو كيسز دولت هناخد طبعا الاسوأ منهم ونطلع ليفل اوف سيرفيس دي هو الاسوأ من ليفل اوف سيرفيس بي ودي. طيب لو حصل انه الليفل اوف سيرفيس اللي موجود قليل نعمل ايه؟ تعالوا اوريكم بس الاول مثال كده، ان دوت في حد كان بيسوق عربيه وحصل ان في حد كان بيعمل باسنج، وكان في الحقيقه هينتبه عنه عن حادثه كبيره جدا. الدايركشن ده زي ما انتم شايفين اللي على الشمال في احجام حركه كبيره، والراجل ده قرر ان هو يعدي بالعربيه، ولكن ستر ربنا ان العربيه ديت ما ايه ما خبطتش فيه. تعالوا نرجع تاني نعيد الفيديو. الاحجام الحركه اللي في الدايركشن دوت اعلى بكتير من احجام الحركه اللي في الدايركشن ده زي ما انتم شايفين. ففي حد كان فيه قدامه عربيات كتيره جدا زي ما انتم شايفين، في كل العربيات دي عايز يعديهم، ولكن ما قدرش ان هو يدوبك في ثانيه ما قدرش ان هو يدخل في المكان اللي بقى. طب لو في عندي كيسز زي ديت ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ لو في مناطق فيها احجام حركه كبيره او عاليه، ساعتها بنعمل حاجه اسمها باسنج لين. الباسنج لين ديت بيبقى كانها مكان، المنطقه ديت لو انا عارف ان فيها احجام حركه اعلى بكتير من
التو دايركشنال فلو، انا عارف ان انا عندي نسبه كتيره من الناس ممكن تعوز ان هي تغير الحاره بتاعتها في الدايركشن الثاني، بعمل زي تيبر كده وازود حاره بسميها باسنج لين. تمام؟ وايه اللي بينتج لي من الباسنج لين؟ في حاجه بيحصل تحسين في حاجتين، البرسنتج تايم سبنت فولوينج لو قلت في المنطقه دي، اول ما بدوس اول ما بحط التيبر وبزود الطول بتاع الاكسلريشن لين ديت، يبقى انا هنا كان عندي البرسنتج تايم سبنت فولوينج زياده، قللتها بقوه لما حطيت الباسنج لين، وفضلت الباسنج لين ديت مخليان البرسنتج تايم سبنت فولوينج قليله، وفي الحقيقه علت لي الافريج ترافل سبيد اللي موجود. تمام؟ فدوت التوجه او الشكل بتاعي انا لو حصل لي مشكله في البرسنتج تايم سبنت فولوينج ازاي احلها على الطريق. احد الحاجات الثانيه ان لما يبقى في عربيات نقل كتيره موجوده، ساعات بنعمل لهم كلايمنج لين، يعني حاره بنسميها كانها حاره العربيه بتمشي فيها الحاره البطيئه بالراحه جدا علشان ما تاثرش على الفلو بتاع الترافيك، ودوت مثال ليها دي اسمها تراك كلايمنج لين. ده في الحقيقه بيحصل في التو لين هاي ويز او بيحصل في اي نوع تاني من انواع الطرق، مش شرط بس التو لين هاي ويز. طيب عند التقاطعات ايه اللي بيحصل؟ لو انا عندي تقاطع وعندي تو لين تو واي، يعني ده طريق اهوت في الدايركشن دوت وفي الدايركشن دوت، وهنا عندي عربيات كتيره هتدخل شمال في المنطقه ديت وعاملين زي كيو هنا كده، وانا مش قادر ان انا اخزن، مش عايز اخزن الكيو ده عشان ما يقفليش الفلو اللي هنا، فبروح عامل زي بوكت لينز كده اللي هي الجزء اللي انا مهشر عليه ده، وبروح عامل هنا زي بوكت لين كده العربيات اللي عايز تدخل شمال فيه تتخزن، بحيث ان هي ما تاثرليش على الفلو بتاع الترافيك اللي ماشي. تمام؟ ولو في عندي بقى تقاطع كبير وفي حلقات كبيره زي ديت كذا طريق موجود، ساعتها بنعمل حاجه اسمها تو واي ليفت تيرن لينز، بيبقى مكان موجود في النص العربيات تقدر تقف فيه لغايه ما تلاقي جاب ما بين العربيات اللي هنا علشان تقدر تدخل مثلا شمال زي الكيس ده. ودوت الشكل اللي بيعبر عن حاجه شبه كده في احد الابلكيشنز. احنا هنقف هنا عند الجزء بتاع التو لين تو واي، والمره الجايه ان شاء الله نكمل الجزء بتاع الاربن ستريتس.